في هذه الأزمة كلها بدأ الكلام عن دور المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الأهلي، اللي تصادف أنه جاي يزور النادي في نفس التاني يوم ما أعلن الأهلي بطل للدوري. الرحلة أو الزيارة متحددة مسبقا علشان حضور البطولة العربية للبلاي ستيشن اللي معمولة في القاهرة، فإذا ده ميعاد متثبت من بدري. ما كانش يعرف أنه قبلها بيوم المصري هيتعادل مع الإنتاج الحربي، فالأهلي هياخد الدوري من غير ما يلعب، فبالتالي وجبت الزيارة للتهنئة. وما كانش يعرف أنه في هذا اليوم هتنفجر أزمة عبد الله السعيد. كلها ترتيبات جت قدريا، لكن شغل بقى بعد كده دور المستشار تركي آل الشيخ مع النادي الأهلي. نسمع بقى الكفيل والعليل والسليل والكلام الهزيل ده. الزمالك أول من عرف الدعم العربي، والأهلي كان لما منصور البلوي بيدعم نادي الزمالك كان الأستاذ مرتضى منصور بيطلع يفخر ويتفاخر ويشكر. وقبليه عبد السلام بناجة، لما عبد السلام بناجة كان بيدعم نادي الزمالك كانوا طايرين بيه من الفرحة، ويقول لك الزمالك نادي الأمراء وكل أمراء العرب بيحبوا الزمالك. كان حلو قوي، ما كانش كفيل. وحتى المستشار تركي آل الشيخ لما طلب منه دعم لنادي الزمالك في لاعب ودعم لهم صفقة حمدي النجاز اللاعب التونسي كان حلو قوي، واستحق انه مرتضى منصور وقتها يشكره في كل القنوات. ده اللي هو بقى كفيل. نشوف مرتضى منصور في صدى البلد رأيه ايه في الكفيل بقى. نشوف بعد اللي قلت لك ده، انت بتكلمني لسه في الشرف؟ لا معلش انا ما بتكلمش في الشرف، انا بقول في تحقيقات. يا احمد ثانيه، بتقول نشاط رياضي ايه؟ نشاط رياضي ثانيه واحده يا احمد من فضلك. ده مليون دولار جايين لي هديه. يعني ايه هديه؟ هديه. مين بيدي مليون دولار هديه؟ مين مين مين؟ ما انا قلت اسمه تركي الشيخ، قلت له من فضلك يا فندم حولهم لصفقه الزمالك. ابعت للنادي النجم الساحلي من بره 700,000 دولار، لانه برضه لو دخلوا هيتحجز عليهم، وحط الوقت 300,000 دولار. تمام. موجوده. مليون دولار هديه من تركي آل الشيخ يا باشمهندس. ده كلام الاستاذ مرتضى منصور. وكان وقال كمان، شوف بقى في اون سبورت، زعل مرتضى منصور من الناس اللي هاجمت تركي آل الشيخ اللي دعم صفقه الزمالك في حمدي النجاز. زعل قوي وانتقد هذا الهجوم واتكلم في اون سبورت. نفكركم، السؤال الاول حضرتك قلت ان هناك رجل اعمال سعودي تبرع بمليون دولار عشان في صفقه حمدي النقاش، خلاص اللي هو تركي آل الشيخ. طيب هو مش اهلاوي؟ اهلاوي حمى مستفز، ورئيس شرف النادي الاهلي. لا يعني اهلاوي حمى مستفز. طب امال ازاي بقى دي جت؟ ما انا عايز افهمها. النهارده كنت بتكلم النهارده قلت له بص، زي ما تعمل للاهلي هتعمل للزمالك. هو كده خلاص. فقال لي انا جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. هتقال لي حضر فطير مشلتت مش عارف ايه، انت عارف هو ده دمه خفيف. قوي تمام. شخصيه جميله. قلت له ازاي بس هو المشكله في ايه بقى في تركي آل الشيخ؟ ان هو جه يعني مد ايده للاهلي ومد ايده للزمالك. تمام. هو ده معناه انه ما عندوش تعصب. بصفته رئيس اتحاد عربي. بيتشتم من الاهلاويه وبيتشتم من الزمالك. ليه 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 ليه؟ ده ما اشتمى شغاله من 25 يناير. لا 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 لا، ولا يعني الكلام ده كله ولا له قيمه. يعني مثلا الاهلاويه يقول لك ايه؟ ده سيطر على الاهلي، الخطيب خلاص في ايه؟ بسؤال. يا لا. جماعه حرام عليكم، الراجل بيساعد بيساعد. بدل ما نقول له كتر خيرك صلاح، ده هو اللي يصيحه بتاع نادي انت. طبعا لا لا لا، ده بقى احقاد، شويه احقاد. يعني هو ما هو ده الكلام. سبحان الله. لا يعني رآه رجلا محبا وما عندوش تعصب، وزي ما تدي الاهلي يدي الزمالك، بس لو اديت الاهلي تبقى كفيل، لو اديت الزمالك تبقى محب. وبعدين هي اصل كفيل، الناس هي يعني دايما تحب تعمل لك وكأن الكلمه في يعني ده نظام. لما تروح السعوديه يبقى لك كفيل، عايز تشتغل يبقى لك كفيل ضامن لاقامتك، انما يكفلك وانت في بلدك يعني. يعني ازاي يعني؟ لكن معالي المستشار ترك بيحب الاهلي وبيدعم الاهلي،
والزمالك بيسعى انه يستفيد من حبه للاهلي ان ياخد من حب جانب. ما هو هو الراجل صريح الاستاذ مرتضى قال لك يعني ساعدني ما دام بتحب الاهلي زي ما بتديهم الدين. أيوة. اشمعنى والراجل بتاع الحب قال له جاهز المشلتت اشترى فطيره بمليون دولار. فطيره بمليون دولار صحيح. فالراجل لا يتاخر وهو يعني ما دام بتحب الاول كده حمى بتحب يعني هو عايز طب ساعد الزمالك. طيب وساعد الزمالك مساعد الزمالك كان حلو قوي ده بالعكس ده ما كانش حلو بس ده الزمالك ساعة انه يديله العضويه الفخريه ده حصل. نسمعه. عايز اقول لكم يعني بس معلومه صغيره كده الشيخ تركي الشيخ رغم انه هيعمل استاد عالمي للنادي الاهلي وطبعا الرئيس الفخري للنادي الاهلي لكن رسميا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعت له الرئاسه الفخريه لنادي الزمالك. بعت له الرئاسه الفخريه لنادي الزمالك يعني معنى كده ان الشيخ تركي الشيخ بقى الرئيس الفخري للنادي الاهلي ورئيس الفخري لنادي الزمالك. جبنا حاجة من عندنا؟ ده عايز جبنا حاجة من عندنا؟ عارف انت في اهو الكفيل يا صلاة النبي يا صلاة النبي احسن في كده في زميلكم بقى بعد الرئاسة الفخرية والفطير المشلتت وساعدنا بقى كفيل وبقى بيحكم الاهلي وبقى الاهلي زعلان وليه الاهلي وكل الكلام الرغي اللي انتوا بتسمعوه. جبنا حاجه